طيب استاذ احمد، نرجع مره تانية لقانون حمايه المستهلك. هل هنا المفروض لما اجي اشتري اي منتج من المنتجات اخد معاها فاتوره ضريبيه من البائع؟ وهنا كمان لو رفض ان هو يدي لي فاتوره. شوف، احنا لازم لما انت بتشتري سلعه، بالذات السلع المعمره وبالذات الحاجات اللي هي بتبقى فيها مده صيانه والكلام ده، لازم تاخد فاتوره. تمام تمام. هنا حمايه المستهلك تدخل، بقول لك القانون ده جميل جدا، لو الناس فهمته هترتاح نفسيا. تدخل، تخيل، في حتى في قراءه الفاتوره. ده اشترط القانون في ده ان كتابه الفاتوره تكون باللغه العربيه وبخط يقرا وواضح. جميع المستندات تكتب من العقود او الفواتير او اي حاجه انت بتاخدها. يعني حضرتك لو رحت اشتريت فاتوره ولقيتها مش مكتوبه باللغه العربيه الانجليزي، ده مخالفه اصلا. طبعا ممكن ابقى مثلا بشتري من ماركه عالميه ليها فرع هنا في مصر، انت في مصر الفاتوره بتبقى بالانجليزي، انت في مصر بيطبق عليك باللغه الانجليزيه. ده احنا لما نتكلم اكتر هتلاقي حاجات غريبه جدا تسمعها في القانون ده. يعني انت النهارده القانون اشترط ان لازم تبقى على الاقل اللغه العربيه. اعملي نصها عربي نصها، يعني اكتبيها زي ما بنعمل بالعقود الانجليزي، بتتكتب نص ونص. لا مش نسختين، يعني في نفس العقد، في نفس العقد ناحيه عربي وناحيه. تمام. فالقانون اشترط القراءه، انت بتشوف عقود الخط انت مش عارف تقراه. شوف بقول لك القانون كان ملاحظ تفاصيل صغيره قد ايه. قراءه الخط، بيانات المنتج، اي بيان جوهري في السلع، اي بيان جوهري في المنتج كان القانون بيتكلم فيه بشكل مهم جدا. السعر بتاعها والضريبه والقيمه المضافه، ده السعر ده لازم تحطه. السعر ده لازم تحطه، لان جهاز حمايه المستهلك كمان بيراقب الاسعار، له دوره يراقب الاسعار العالميه ويراقب اسعار السوق. يعني ما ينفعش حضرتك منتج او مورد يدي بسعر مخالف للسوق، دي دور الجهاز نفسه بيراقب السوق. وفي عندنا القانون كمان ادى لجمعيات اهليه الحق في ده. في جمعيات اهليه بتنشا من غرض حمايه المستهلك. يعني هذه الجمعيه لو لقت مورد او شخص او مصنع او شركه في شكوى جماعيه منها، من حق الجمعيه دي تبلغ الجهاز وترفع قضيه وتقاضي الشركه حتى لو ما كانتش طرف. طب معلش، هنا في حاله الامتناع، لو انا في ضرر حصل عليا ومعيش فاتوره وقلت لهم يا جماعه المكان ده ما رضاش يديني فاتوره، انت ما تشتريش، ما خلاص انا اخدت المنتج خلاص. ليك القانون بقى لك تثبته بكافه طرق الاثبات. تثبت انك اشتريت مني بكافه طرق الاثبات. تمام.